وصلنا لختام فقراتنا وأكيد ختامها مسك كالعادة من مساحة من الإبداع والجمال والريشة. محطتنا هي رح تكون بين الريشة واللون وحكاية إبداع أكيد بتشهد إلى مسيرة الفنان التشكيلي بديع جحجاح عبر أعماله يلي تميزت اليوم برؤية بصرية وحضور مميز أيضا على مستوى التشكيل واللون يلي بتسهم بالنهاية إلى تعزيز الثقافة وذائقة أيضاً بالجمال. أكيد يا عفاف، وضيفنا اليوم له مسيرة فنية طويلة اليوم بالفن التشكيلي، معارض عديدة اليوم كانت موجودة، ومؤخراً رح نحكي عن درويش وحبق، اسم المعرض الجديد للفنان التشكيلي بديع جحجاح، وهو برعاية وزارة الثقافة وبيجي بمناسبة أيام الفن التشكيلي السوري. لنحكي بشكل موسع عن المعرض وتفاصيل كتير مهمة. بيسعدنا أن يكون معنا ضيفنا لليوم الأستاذ بديع جحجاح. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك استاذ. صباح الخير استاذ، واهلا وسهلا فيك. الحمد لله. اول شيء مبروك افتتاح المعرض يلي سمي بمعرض درويش وحبق، كثير اليوم بدنا نركز على هذا الموضوع واكيد بدنا نبارك لك بالافتتاح. خلينا نحكي بالاول عن المعرض. شكرا شكرا. خلينا نقول انه درويش من حبق هو المعرض اللي تم افتتاحه مبارح. كان في كيلو بعض العلامات المميزة كونه وزارة الثقافة في عندها احتفالية اسمها أيام الفن التشكيلي يعني. فلذلك مجموعة كبيرة من صالات العرض بتقدم مشاريعها للناس. فأنا كصالة ألف نون قدمت مشروع حقيقة شخصي كونه كان الشعار المطروح هو حضور الذاكرة. فأنا لملمت كل ذاكرتي من عام 1994 إلى 2024، قدمت مجموعة من الأعمال الفنية في وطرحناها للمشاهدة كونه في كتير من أجيال ما بين هذا الزمن اختلفت وتعاقبت، ناس كبرت وناس ولدت وناس عندها اهتمام وناس ما عندها. فيعني كانت هي واجهة لحتى يعرفوا الناس مجموع من التقنيات، مجموع من المواضيع، مجموع من العلاقات. وكان يمكن كل الافتتاح في عنا درويشة أنسة هي اللي قدمت هذا الحفل، وكان له دلالة أنه حتى الدوران والفيزياء الكونية هي ليست حكر على فجول أيضا. فالأنسة اليوم هي دائما الكوكب الأكبر نحن بنسميه. تمام استاذ بديع، يعني اليوم في فنانين تشكيليين، ولكن لا للي ممكن يتميزوا اليوم ضمن الفن التشكيلي مثل حضرتك. وذكرت اليوم عن موضوع الافتتاح بالنسبه لدوران الدرويش، نحكي عن سر حضور الدرويش والدوران بالحاله الفنيه الموجوده عندك بالفن التشكيلي. لا خليني افسر للمشاهدين انه درويش من حبق هن كلمتين عمليا. درويش يعني بمعنى أنه الدرويش دائما العارف والمتصل، هو بيعرف أنه إن كان غني ولا فقير، إن كان متعلم أو غير متعلم، أنه نحن كلياتنا سواسية على باب المولى. حبق هي طريق أو هي جسر، لأنه كلمة حبق اللي تعودنا عليها من أمهاتنا وجداتنا دائما يبدو كان إلى معيار بالبنية الصوفية أنه كلمة حبق أول حرفين فيها حب، حرف الأول والأخير حق، وعكس الكلمة قبح. فنحن بنقول دائما هذا الجسر إلى الوعي يحتاج إلى الحب لإدراك تجليات خلق الله والعدل بينك وبين الآخر. فلذلك هذا العنوان إجا لحتى يعبر عن حال منطقة نحن عم نعيشه كئيب، ما فينا نحكي إنه إحنا بحالة من الترف الفكري والجماليات، لكن نحن عم نحارب من خلال الجماليات. لا، الفنانين أشكال وأنواع، كل مين عنده مشروع بالمحصلة، كل مين بيدافع عن فكرة بشكل مختلف. أنا ركزت على منظومة الوعي من خلال اللوحة، فلذلك لوحتي تحمل مجموعة من المعايير ربما استفادت من أنه هذا الظرف صعب لا يحتمل جمال سطحي، وإنما بده جمال على مستوى السطح وعلى مستوى العمق. طبعا شفنا استاذ لقطه من الدرويش ودوران الدرويش باعمالك، خلينا نحكي عن سر هذا الدوران
دوران درويش، شو سر هاي الحالة يلي هلأ ظهرت قبل ثواني؟ خلينا نحكي أكثر. يعني شوفي، الدوران هو حالة فيها رسالة مبطنة بتقول اسعى يا عبدي لأسعى معك. نحن اليوم منعيش حياة مقدارها 24 ساعة، منموت فيها موت مؤقت بالنوم ومنرجع إلى الحياة من الصبح إلى آخر الليل. فذلك دائما منقول أنه دوما هناك وقت ليعود الإنسان صالحا من جديد. كل شيء عم بيصير اليوم هو ليس نهاية التاريخ بالمحصلة. فدائما الدرويش في رحلة دورانه وطوافه هو يبدأ من نقطة ولا يعود لنفس النقطة، وإنما يعود إلى نقاط ترتقي وترتفع حتى تندمج مع نقطة المركز. فأنا مغروم بصراحة بالدراويش جدا، وأنا أخذت هذا العنصر اللي هو كان عمليا فيه، يعني نحن تبرمجنا على الخوف من الخالق، وإنما الدرويش بيقول لا خوف من الخالق، وإنما علاقة الممنونية والحب مع الخالق هي اللي بتولدك من جديد. فلذلك نحن دائما عتبات الخوف والرعب بتقودنا إلى نوع من الجبن، إلى نوع من عدم التقدم، إلى نوع من إيجاد قوالب مغلقة. إنما الدرويش بيحذرك دائما وبيقول لك دائما البوابات مفتوحة قدامك، بشرط إنه تكون إنسانيتك حاضرة في هذه الكيانات كاملة. الدرويش بطوافه بيدمج الثقافات وبيدمج الأديان وبيدمج الطوائف والملل. ليش؟ لأنه البطل فيه هو الإنسان بالمحصلة. فمهما كان نحن مصدرنا أو منين ولدنا، هيدي أشياء نحن ما تحكمنا فيها، وإنما دائما نقول لا إمامة سوى العقل، لأنه العقل هو اللي الضابط الأعلى اللي بيخلينا نقدر نحب ونكرس العدل بالحياة. لذلك أنا عاشق للدرويش بصراحة، ودرويشي دائما بيحمل رسائل. وأنا ختمت جزء من منظومة العمل اللي قمت فيها بثلاث نقاط: درويش الثقافة أو درويش المعرفة، ودرويش السلام، ودرويش الخير. فهيدي ثلاث نقاط كفيلة بأنه ننتقل من إلى ضفة وعي مختلفة. تمام. نسمع أنه في عندك كمان كتاب بنفس العنوان، درويش من حبق. درويش من حبق، درويش صحيح. من حبق. طب خبرنا أكثر، نعرف المشاهدين أكثر عنه، الأبرز الأفكار أو النقاط اللي ركزت عليها ضمن الكتاب، والقارئ بشكل عام شو ممكن يستفيد منه؟ خليني أقول أنه هذا الكتاب هو ليس فقط كتاب يحتوي نصوص، إنما هذه النصوص هي عبارة عن شذرات أنا عشتها بمرحلة توليد لمشروع دوران. فمشروع دوران كان الغاية منه أنه إحنا بالحرب وبزمن العنف وبزمن اللا عدل وبزمن اللا حب، كيف يكون في عنا جبهة مضادة لهذا القبيح؟ فلذلك عتبة الفن اللي عملته أنا بخلال درويش حبق، مثل ما حكينا وفسرنا شو معنى درويش حبق، هو يحتوي مجموعة كبيرة من اللوحات اللي هي عاشت معي، وبقول لهم أنا عالجتني روحيا، كونه العطب الروحي اللي هو نحن منعاني منه يحتاج إلى سقيا مختلفة وموارد مختلفة، ويجب أن نغير من عاداتنا ونغير من مفاهيمنا ونغير من التقليدي والجامد واللا متحرك. الدرويش هو ليس درويش ديني، وأنا بقول جملة بالكتاب أنه التصوف اللي أنا بحكي عنه هو من صفاء القلب ونقاء السريرة، يعني بمعنى من صافى ربه صافى جميع المخلوقات. والصفحة الثانية بقول إلى أخي الإنسان في كل هذا العالم من سوريا. لذلك نحن اليوم كسوري، أنت أنا بحكي دائما بالكونية، الإنسان هو يجب أن يكون كوني في هوا، كوني في تحولاته، أنه العلاقة الدرويش بيأخذ باليمين وبيعطي باليسار. هذا المنطق، خلينا نقول اليانغ واليونغ، هذه الحالة التبادلية اللي أنت إذا قدرت تعيشها مع أهلك وأصحابك وأحبابك وجيرانك ومحيطك وشغلك، بتوقع أنت ترتقي لمستوى أعلى، بتكب كل هيدي الشوائب وهذه الفوضى وهذه الحسد واللؤم والنميمة والغزالة وكل الأمنيات للآخر، تختلف معك بالدروشة إلى مقام عرفاني عالي المستوى. بديع جحجاح، اليوم
درويش وحبق هو حتى الاسم المعرض يلي تم بمناسبة أيام الفن التشكيلي. هذا الاسم رح يضل أكيد له بصمة عندك، ضم عدة أعمال كتاب ولوحات. طيب تحضيراتك القادمة، يعني أنت عم تعمل إشياء إلى بصمة، بتحمل رسالة، اليوم رسالتك القادمة شو رح تضم إذا ما كان فيها هيك كتير أسرار؟ لا أنا دائما بدي استبدل كلمة احتلال بالأثير اللي هو بيضيفه درويش حبق للأمكنة. دائما جبهته مفتوحة ضد القبح وضد الحرب وضد الظلم وضد اللعد. دائما الأعمال تبعي رح تكون تحتوي الإنسان وهذا الغبار الكوني اللي بيحاوطه وكمية النور اللي هي بتنسكب عليه والمعرفة العالية اللي هو بيحكي فيها. فلذلك لا يكفي انه نرسم الاشياء وانما نعيش الاحوال. يعني في ناس ممكن ترسم الجمال لكن هي قبيحة من جواتها، في ناس بترسم العدل لكن هي ظالمة بأمان. فلذلك نحن نقول لا يمكن انه هذا الميزان انه يكون ان كنت فنان او محامي او طبيب او مذيع whatever، انت كن ما تكونه، لكن أن يستقيم الداخل مع الخارج. فلذلك أنا جبهتي مفتوحة دائما لتكريس هويتنا السورية ضمن مقامات إلى علاقة برموز بتوحدنا على ضفة الإنسان وبتقول إنه هذا السوري صعب كسره بالمحصلة، من الداية نزعل من هج، بس هذا الوطن ما فينا إلا بنحمله وين ما كنا. وأنا يعني من المحاربين الموجودين بهذا المكان، وهذه الكلمات هي جزء من قاموسي اللغوي بمرحلة تأليفي لللوحات والتمثيل اللي أنا بكون فيه. تمام أستاذ بديع، على جانب المعرض خلينا نحكي عن نقطة تانية. من أيام قليلة ظهرت نتائج مسابقة ألوان وأفكار يلي كانت برعاية وزارة التربية وصالت ألف نون. خلينا نحكي تم تكريم 48 طالب وطالبة، كيف رضاك عنهم اليوم؟ كيف كانت مستوياتهم؟ ويمكن هاي مسابقة عم تكون سنوية، خبرنا أكثر تفاصيل. نحن مثل ما حكينا أنه إحنا اليوم وقت بنحكي على الحب بدنا نعيشه، بنحكي على العطاء والإحسان بدنا نعيشه. نحن من 2017 في عندنا مسابقة لطالما أنه الدرويش بياخد بس هو بيعطي. اقترحنا أنه الجاليري، أي جاليري اليوم تطلع من فكرة أنه نعمل معرض ونحط لوحات ونستنى زبون يشتري اللوحة وبعدين نقعد، إنما الجاليري هي عبارة عن كيان، هذا الكيان بيصدر وعي. فلذلك تبنينا أنا شخصياً الحقيقة خلال جاليري تبعي بالتعاون مع وزارة التربية عملت مذكرة اتفاق أنه أنا بدي أدعم مشروع له علاقة بتدخيل الفن إلى كل البيوت السورية، أني أعطي أنا جائزة مالية، أعطي شهادة تقدير، وأعطي بالنتيجة كتاب مطبوع فيه عمل الطالب. بس نحن الحقيقة مو 48 بكل محافظة، نحن عندنا 500 شخصية من كرمة، عدد مو قليل، وبتاخد ظرفها المالي يتراوح ما بين من 50,000 إلى 100,000 للطالب. لذلك هيدي الحالة نحن ليش عم نقول الشراكة اليوم المادة كتير إلى قيمة. قد ما حكينا عن الخير والحق والجمال عند الفيلسوف كروتشي، بيجي نيتشي بيقول له طيب والمنفعة؟ إنه أنا اليوم عم تعبني أنت كتير، بس إنه أنا اليوم بدي أرسم. فلذلك نحن عنا ثلاث شغلات عم نحكيها: استثمار بالفن، استثمار بالموهبة، لأنه هو الناس ما بتفهم، بتقوم بتحكي إنه في لوحة حقها مليون دولار، بتضحك إنه يا أخي هيدي قصص، لا فعلاً في. لذلك طالبنا بكل محافظاتنا السورية اليوم بيهتز لمسابقة ألوان وأفكار اللي إحنا بنعملها كل سنة، وكل محافظة بتكرم أولادها، وهذا بحس وعي مشترك بين الخاص والعام. هذا الجسر من التأليف، قديش نحن قادرين نعمل اهتزاز خلال طالب ببيت في عنده واخواته وابوه وامه خمسة، مدرسته فيها 50 طالب، حارته، خالاته. فهذا الاهتزاز عبر الفن أنا بتمناه دائما، لأنه حتما بيوحدنا على ضفة مختلفة بعيدا عن الأفكار الدينية وبعيدا عن أي أفكار. خلي الجمال يوحدنا والأنسنة هي اللي ترسم طريقنا. أكيد أكيد أستاذ بديع، بدنا نتمنى لك بختام فقرتنا هي الجمالية واللي كلها إبداع من حضرتك كل التوفيق بالمشاريع الحالية والقادمة أيضا. شكرا. أنا بدعي الجميع أنه معرضنا مبارح افتتح لكن هو يستمر 10 أيام. نحن موجودين بالجاليري دائما من الساعة 12 للساعة 7،
بتنورونا جميعا. شكرا لك استاذ بديع وكل التوفيق لحضرتك. شكرا.